أراد ملك إرسال رسالة إلى ملك آخر، فاستدعى مراسله وأعطاه الرسالة. انطلق المراسل حاملا الرسالة عبر الطريق الصحراوي، فاجأه قاطع طريق وسرق منه الرسالة. عاد المراسل خائبا حزينا إلى الملك، فأدرك الملك خطأه حيث أنه لم يرسل معه وسيلة حماية، فدربه على فنون القتال وأعطاه سيفا ورسالة أخرى. انطلق المراسل مرة أخرى حاملا الرسالة، وتغلب على قاطع الطريق هذه المرة. واستطاع أخيرا إيصال الرسالة للملك الآخر. اربطي بين الشخصيات ودرسنا اليوم. من المهم أن نهتم بأمن البيانات والمعلومات أثناء تنقلها عبر الشبكات. Created using Powtoon.